ولو طال عمرك، بس حبلك السيارة إن شاء الله إلى الورشة. أنا قلت أخبرك وأشوف رأيك. إنزين، هو قصدي أنا ما تعال 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 تعال. أنا قصدي هو يعني من النوع الملتزم ولا لا؟ أنا سألت أخته وهي قالت إنه مرام، أنا أخوك الكبير. انت لما كلمتي ايش قالك بالضبط؟ يعني ما تعصب؟ انت اختي وانا واثق فيكي، ومستحيل ما تكوني فضوليه وتكلميه، وخصوصا ان الموضوع مصيري جدا والمساله فيها زواج. ها يلا تكلمي. طيب الحين اعطيتني الامان، لان طلب يدي بس انا قررت اني اكلمه عشان ما اكون على ماي. المهم ايش قال؟ ولا يدخن وما يفوت ولا صلاة وملتزم وكل شيء. عقب خلاص ما نبقى. لا لا القصي من باه. اطمني اطمني، انا عندي اسمه بالكامل واعرف وين اشتغل وبسوي التحقيقات المناسبة. الله يخلينا اياك. امين. والله انت تستاهلك الخير يا مرام. شكرا. وش فيك اخونا العود؟ ترى اليوم انت ما طبيعي. لا تفكر انك انت الوحيد عارف كل فرد من العائلة. انا بعد عرفت انك زين من داخل. انت ما طبيعي. ها قول مو عندك. بصراحة بصراحة اليوم انا قابلت واحدة من غير كل البنات والزبدة انك حبيتها من اول نظر. يلا يلا قول ايش عندك. اما انك انت عفريتة. زين سمعي واريد اعرف رأيك. ها قول. كل كل اخوي اي واحد حافيهم. خليكي ماسكه. اعطيني اعطيني هالحبه. ايوه يا بنتي اعطيه اعطيه يستاهل. قولي يا ولدي كيف كان يومك الاول؟ كيف كان بعد؟ هم كانوا يحلموا اصلا اني انا امسك هذه الوظيفه. ولا واحد مثلي بخبراتي ماجستير. بس لا تخاف على ولدك. انا بغير كل شيء في الدائره هذه، لانهم بعدهم جالسين يمشوا على النمط القديم اللي على الغبار. ايوه يعطيك. هذا اخوي حماس. اعطيهم شغلهم. بعطيهم شغلهم. اعطينا علم. اي واحد حاب فيهم؟ الاخضر. فيصل لا تكونوا مغرور يا يما، خليك متواضع مع الجميع عشان يحبونك. لا 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 ايش هذا الكلام يا منان؟ الولد عنده ماجستير يعني ما شويه. فاخر يا ولدي فاخر على كيفك. كذاك اباك. هذا هو الولد اللي الواحد ممكن يفتخر به. بس يا ابو حسام. ما تسميني يا ابو حسام، انا من اليوم ابو فيصل. على فكره حسام سمع كل اللي قلته وزعل. خليه يسمع ويضرب راسه بالجدار بعد. انا خايف منه يعني؟ انا جالس اقول الحقيقه. حسام افتح الباب خليني اكلمك. حسام لا تسأل يا يما، ابوك ما يقصد. حسام خليني اكلمك.
والله عليك هذا الإنسان تحقيقات 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 على مدر جمال كيف والله هذا الإنسان. صباح الخير. صباح الخير. هلا أستاذ فيصل حياك الله. هلا هلا. وين دفتر التواقيع؟ نعم عفوا أستاذ فيصل أي دفتر قصدك؟ أتكلم أجنبي أنا. دفتر تواقيع يعني اللي وقعوا فيه. أنتم ما توقعوا حضور وانصراف؟ لا أستاذ إحنا نوقع لا حضور ولا انصراف. لا يا سلام سايبة هي سايبة. إيش في هذا تو ماله؟ مو باغي يرجع على الأيام مدرسة ولا إيش؟ أبو التحقيقات يريدنا إحنا نجي نوقع هو روحه جاي آخر واحد. آخر واحد. من اليوم رايح. توقعوا حضور وانصراف. وهذا هو الدفتر. أنا استأذنت من الأستاذ مالك مدير الدائرة. وأعتقد هذه ما فيها كلام. ونبدأ التوقيع من اليوم. تفضل. إن شاء الله أستاذ فيصل. إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة مرحبا. أهلا هشام أهلا وسهلا. وينك أنت؟ صحيح والله؟ لا حبيبي. أنا صرت رئيس قسم الاتصالات الداخلية صح ولا لا؟ أيوة صح أستاذ. لا لا بخبرك وين بعدين. بخبرك بعدين لا تستعجل. كيفك أنت وكيف الدراسة هناك؟ بعد الدوام؟ على الغداء على الغداء بتغدى مع بعض؟ طيب طيب مع السلامة. وين الدفتر؟ خلاص وقعنا وقعنا. وقعته خلاص؟ إيه نعم سر. وكل يوم توقع؟ كل يوم. كل يوم؟ كل يوم إن شاء الله. هذا لكن ذا الله يعين حش حش الله يستر بس. والله زمان أيام الدراسة زمان. أنت بس قاعد متى بتخلص متى بترجع ولا إيش ناوي على الدكتورة؟ وليش هي صعبة يعني؟ تعال صح تتذكر هذا البروفيسور التحيط؟ أتذكره. إيش فيه؟ ترى أنا رحت حاولت أعطيه الموضوع علشان يمشيني في المادة. سمعني ذاك الكلام الله لا سمعك إياه. الحين عاد بعد ما شبع مني. ليش هو كان يسوي لك كذا بعد؟ أكيد فجأة صار نزيه. ها اسمعني رحنا المكتب وهو ما منجي. حط الموضوع في ظرف. أكتب على الظرف اسمك تحت مع التحية. حط الظرف في الدرج وتوكل على الله بتحصل نفسك في العلالي وفي قلبه عزيز وغالي. ما شاء الله والله انك عجيب يا فيصل. عشان كذا صرت رئيس قسم. لا هو بعد هو بعد انت يلا يلا تتكلم كلمتين انجليزي. رسالة بالعربي ما تعرف تكتبها. تعال صح نسلم عليك ديفيد. خلص ضحك من ديفيد هذا بعد الثاني. الله ديفيد نسينا ديفيد اللي كان يخلص لك البحوث يكتبها عنك. ذكرته. ايوه ديفيد. ايش فيه وكيف اخباره الحين؟ اوهو الرجال الحين صار مليونير يقول لك من الطلب الوافدين اللي يجيوا عنده. بصراحة يستاهل ديفيد يستاهل ونص بعد شغله مية مية وانا فراخ الجمعية. تعالي تفضل جربي هالسيارة ما فيها اي شيء. اللي صار ان سيارتك مار عليها اكثر من 4000 كيلو وهذه هي المشكلة. بصراحة السيارة ما سيارتي. عطوني إياها بالوكالة بدل استخدام سيارتي اللي عطيتهم للتصليح. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. يعني شكلك أبداً ما يوحي إنك ميكانيكي. شاب محترم وتعرف تتصرف في المواقف الحرجة. تسلمي يا أنسة توفي. بس الحياة ما تعرف أنت من ولا ولد من. الحياة تجارب وأنا مريت بتجربة يمكن تسميها مرة.
وإذا كان على الثقافة فهي ما تنقاس بكتب واختبارات ودراسات. يعني أنت ما مكمل تعليم؟ للأسف لا، بس أنا أقدر أناقشك في أي موضوع تحبين. ومثل ما قلت لك أن الثقافة هي مجموعة من الخبرات اللي يكتسبها الإنسان بغض النظر عن مؤهلاته العلمية. ياه أنت لغز، كل هذا الكلام المنطقي اللي يدل على ثقافة المتحدث. تشتغل ميكانيك؟ للأسف يا أنسة كوثر، أنت واحدة مثل باقي الناس اللي تفتكر أن الميكانيكا هي شغلة عادية. بالعكس، هو علم مهم جدا ومفيد وممكن ينقذ حياة كثير من الناس. أنا ما أريد أقطع كلامك، بس عن جد أشكرك مليون مرة لأنك أنقذت حياتي. ما لهالدرجة يا أنسة، الأعمار بيد الله. لكن اللي أقصد أقوله أن الميكانيكا بحد ذاتها علم. ما راح أشغلك أكثر عن كده، يلا متركز. مع السلامة.